التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيه قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. وفي الذكرى 49 لنصر أكتوبر، توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم، وأيضا للشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن. كما توجه الرئيس السيسي بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا المزيد من العتاد العسكري لمواجهة روسيا، بما يشمل المزيد من مدافع هاورترز الفرنسية من طراز قيصر. وأشار ماكرون إلى أنه يتم حاليا دراسة عدة طلبات مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك طلبات الحصول على مدافع قيصر جديدة. وقدمت باريس لكييف منذ بداية الأزمة نحو 18 مدفع قيصر وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وعربات مدرعة ووقود وتجهيزات فردية. أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حول الوضع الحالي لمحطة زابوريجيا النووية كانت إيجابية. وأضاف جروسي أن الوكالة أحرزت تقدما في موضوع إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط المحطة الكبرى في أوروبا، مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة أوكرانيا مرة أخرى لمواصلة الحوار بهذا الشأن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة لم ترى أي دليل على أن موسكو قررت استخدام السلاح النووي. وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر أنه لا توجد لدى بلاده معلومات من شأنها أن تدفعها نحو تعديل انتشار قواتها الاستراتيجية للردع. وأضاف أنه لا يعتقد أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن التهديد بالأسلحة النووية أمر متهور وغير مسؤول. أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حاملة طائرات أمريكية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية تجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد وستستمر حتى الغد. وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر، ثم حلقت في وقت لاحق بطائرات حربية بالقرب من الحدود الكورية الجنوبية. أعلنت شرطة لاس فيغاس الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين على الأقل في هجوم بسلاح أبيض بالمدينة. وأوضحت الشرطة عبر تويتر أنها أوقفت المشتبه به وفتحت تحقيقا. وأضافت أن 6 ضحايا مصابين نقلوا إلى المستشفى، 3 منهم في حالة حرجة و3 آخرين في حالة مستقرة. أعلن الدفاع المدني في النيجر أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة نحو 200 شخص. وأضافت أيضا الدفاع المدني أن فيضانات موسم الأمطار أثرت على أكثر من 263 ألف شخص ودمرت أكثر من 30 ألف منزل، فضلا عن توقف الفصول الدراسية وتضرر المراكز الطبية ومخازن الحبوب. هذا ويمتد موسم الأمطار في النيجر عادة من شهر يونيو إلى سبتمبر، وغالبا ما يخلف خسائر في الأرواح. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.